اهلا اهلا، احنا نهارنا فل باين. بقولك يا قطه النبي، ما تعرفيش فين الديكور بتاع سوق الجواري؟ تسالوا عن سوق الجواري وصاحبات الرايات الحمر موجودات؟ رايات حمر؟ انت بتاعت حمام؟ انا كليبه. ايه كليبه دي؟ مفروض كلب دي ولا ايه؟ اجمل نساء قريش. انت ايه ده؟ انت بص، ده انت عايشه الشخصيه مفيش بعد كده. بس انا عايز اعرف، انتوا شغالين ليل ونهار كده؟ مفيش ستوب، مفيش بريك، والحسنه رايحه جايه، والعبيد عمالين يتضربوا. ده المخرج ده جامد عظيم، ده عباس العقاد ده. ها، عباس العقاد ده الشغل العظيم الثقيل ده بتاع عباس العقاد. ها؟ لا افهم ما تقول، ما هذه اللغوه؟ تعال هيا بنا سروي لك حكايه في الداخل. في الداخل؟ تعال. انت ليه حافظه الدور؟ الديكور ده، الديكور ده حلو قوي. اقترب. مين اللي عمل الديكور ده؟ اجلس هنا. شوف بس الحياه هيبقى جاي دلوقتي. بس بصراحه بقى، انت عارف اللي عجبني في الموضوع ده كله والتخطيط ده؟ مهندس الديكور. مهندس الديكور فظيع. ما رايك؟ هذه خيمتي. ايوه، يا زمن الفن الجميل. هذه ليلتي أم كلثوم، هذه خيمتي وحلم حلولي. هو ده. أعني أن هذه الخيمة هي لإسعاد الرجال وإمتاعهم. زاد فن. لا تقلق، بمبلغ زهيد. زاد فن. إنها للرجال الأقوياء مثلك من سادة قريش. يعني أنا شايف إنه كل ما قابل حد يقول قريش، فهي ليه مكررة في السيناريو كتير يعني؟ يعني الأستاذ عباس العقاد ليه مصر على كلمة قريش؟ يبدو أنك غريب ومن قبيلة غريبة وتقول كلاما عجيبا، لكن نحن في قريش. لا أمي، قريش؟ المفتاح؟ يبقى المفتاح والباب اللي يبقى ده بجد بقى، يبقى انت قريش بجد. قريش بجد يعني دلوقتي احنا قاعدين كده، ممكن ابو لهب يخش علينا؟ ربما جائز. والنبي قريش. يا نهار اسود. وليل كموج البحر ارخى سدوله. يا عم اقعد لنا بقى في حته بقى، هتقعد ارخى بالقولو. وده شاعر بجد ولا ايه؟ هذا شاعر قريش. شاعر قريش برضك؟ اتفضل قول يا زميل. علي بانواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمط بصلبه. ايوه. واردف اعجازا وناء بكلكلي. الا ايها الليل الطويل، الا انجلي. حلاوتك هو ده بقى. بصبح وما الاصباح الا بامثله. بخن شعر جميل. بخن جميل. هنا ودول اللي هناك دول كمان دول. إنهم يقامرون. سآتي لك بالنبيذ المعصق. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. خذ. هنا لا شيء. انتوا بتلعبوا ايه؟ نحن نتقامر. تتكامروا؟ طب بقول لك ايه، وحياته ودك، يعني
هو احنا هنا فين يعني؟ اصل انا الست اللي جوه دي بتقول ان احنا قاعدين واقفين احنا بدل من قبيله قريش. يعني احنا فعلا في قريش؟ نعم نحن في قريش. لو النبي، نحن من سادة قريش. طب لحظة واحدة كده، لا تتلكا يا لمبي. حاضر يا اسطى. بتريل كمان. كم أنت جميلة أيتها الجارية، يا لروعتك. هل يسمح لي سيدي بالانصراف لأتدبر بعض شؤوني أم يريد شيئا آخر؟ أريد شيئا آخر، لا أريد أشياء أخرى. يا ابن معفنة، أنت جاريتي ومن حقي أن تفعلي ما أطلبه منك. وماذا تريد مني؟ أريدك أن ترقصي لي. وإذا قلت لك أنني لا أجيد الرقص؟ سأقول لك إنني أجيد تعليم الرقص. لمبي لمبي أغثني يا لمبي. لمبي كيف تجرؤ على فعل؟ يا عم عبد، أغثني يا لمبي. يا بنت من أخذ الغوص يا لمبي. أدرك يا بنت من أخذ أصمد حتى هنا يا بنت حتى هنا. لمبي أغثني يا لمبي. ما هو يا بنت ما هو معاف، مش أنا قلت لك وعاف؟ مش أنا قلت لك وعاف؟ ويحق الله عملنا كده. الواد البيت ده، الواد ده البيت. لقد حاول تقبيلي. نعم حاول تقبيلي يا بنت. ما تقولي عمل، انت مش معتنى عشان عمل تقبيلي. وده كده بقى كابتن زيتون. ولكنني قاومته وبشدة. برافو عليك يا بنت رجولة. ليه كده؟ انت مالكش اخوات بنات كفار؟ انا لا افهمك. انها جاريتي ومن حقي ان اتمتع بها واقبل. ايه قبلنا جدي؟ يعني ايه قبلنا؟ قلت لك تاني. هي مرة واحدة يا لمبي. مرة واحدة يا كذاب. انت هتقول بص بتقول اتنين تاني تاني. وبعدين بقى انا هقول لك على حاجة، ما الراجل ده برضك عنده حق. انت عندك حق. لماذا هذا؟ لانك انت من حقك ان انت تبوسنا معا الاتنين، لان احنا عبيد عندك، فيجب ان احنا نبوسك ويبوسنا. ايوه ماذا تقول يا لمبي؟ ايوه يبوسنا، ولازم تبدا بالبوس من عندي انا. هذا البوك. لا افهمك. من انا حقك على انا حبوسك انا على حقك. وشايف ايه؟ ايه يا عم؟ وشايف ارواح ولا ايه؟ انا فعلت يا لمبي انه زيتون. ما زيتون على نفسه يا هيصه ولا ايه؟ سيقتلوننا. يا بنت اهتمين يا بنت، واحده لازم تقفل حمايتي. سيعذبوننا. يعني اللمبي بتاع السعاده والحركات ده انا اللي كده يا بنت. سيمزقوننا يا لمبي. يا بنت يا بنت بنت انت هتخطبني ليه؟ ومصيبتها. يا بنت انت يا بنت ما بالراحه. طيب وانا سيقتلك يا لمبي. نودة، انت نمتي؟ هنودة اعطيني كوبلة. لمبي نحن في ورطة. يا بنتي ورطة ايه ورطة ايه؟ احنا اعطيني كوبلة. ده يا فريد ولا ايه؟ سيد زيتون. يا هريسة خادمك المطيع. شفت بقى خدام عنده؟ اعطيني الصوت. ملقوع في الزيت والفلفل الحار. جسوس، شفت جسوس؟ سأظل أدري. ما خطبك؟ لم أضربك بعد، لماذا تصرخ؟ أنا كده عبدالرب تحسوبا يا سيد زيتون. سأجعلكم عبرة لباقي العبيد. لمبي أغثني يا لمبي. أغثني لمبي يا ست، ما أنا لازق جنبك أهو في الشجرة. وبعدين بقى يا جماعة، حد كلم لنا مأمور اسمه قريش ولا حاجة؟ أتريد الماء يا لمبي؟ أبو الواجب. أنا أبو أمك. اسأل 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 هذه الفتاة، اسأل هذه الفتاة، اسأل. يلا سهم يا لمبي. أيوة أنا اسأل اسأل اسأل. يا عمي أنت عملت صفة بالنخلة وتعبنا، إحنا ليه طيب كده؟ الله أغثني يا لمبي. أغثك أنت اللي كنت ممكن تغثينا. إيه يعني ما كان هيطلب قبلة وتعدي. عجبك اللي احنا فيه ده؟ انا بعد ده هروح اقعد معاه هناك مع الجواري. يا نفس اللي هو عايزه. ما قلت لك مش عارف اعمل حاجه، انت هتقعد تندهلي من بطنك؟ انا لم
أقل شيئا. الأصوات قادمة من بعيد. الأصوات قادمة من بعيد؟ ده مسلسل ده ولا إيه؟ يا نهار أزرق، أنت كنت عايز تبوس كل دول ولا إيه؟ لا تخافوا فأنتم في حنايتي. ماذا تريدون يا قوم؟ نحن في مصيبة ولن ينقذنا منها إلا الليمبي. أجل، ولن ينقذنا إلا هذا الشاعر العظيم. أيوة أنا النشاعر، أنا هو بنشعر نشعر في قصايد بنا محترمينها. شاعر عظيم؟ هذا العبد الحقير لا يقوى على حماية بعوضة. هناك قاطع طريق يسمى الأشرم، ولن يقدر عليه إلا عبدك يا زيدون. ولا يوجد حل إلا أن تفك وثاقه ليذهب لمقابلته بين الجبلين. وإذا لم أحل وثاقه؟ ما بقى هسن أنت شوية بقى يا حاج زيتون، وحتى لو حل لي وثاقي أنا ما روحش أغرب نفسي أنا وروح أتخني في منطقة غير منطقتي، أروح أتضرب بين الجبلين ليه؟ من واقف هنا أهو بتزل باحترامي. أنت لم تخلق للعذاب يا لمبي. مين ولادي؟ أجل، فأنت خير رجال. أزابت إني أشعر بالغير عليك يا لمبي. إنهم النساء الميصات، أعطوني قبلة. لمبي، لا يوجد أمامك خيار آخر يا زيدون، إما أن تحل وثاقة أو سنقاطع تجاراتك ولن نحمي قوافلك. نحن مضطرون لذلك يا زيدون. لا. فيما تفكر يا رجل؟ حل وثاقة. لقد حطك في منزك. إذن قضي الأمر، حل وثاقة. هذا يا جسوس يا جسوس، لماذا هذا الخساسة؟ كنت ماشي جنب الجبل من شوية. لو كنت اعترضت لكانوا ربطوني في النخلة التالية. أيوة. لكني رجل ضعيف وفقير أمشي بجانب الجبل. لمبي أغثني يا لمبي. أنا إيه بنت هو أنت بتعدي هي هتعوض التبوضية كل شوية؟ أما أنا جنبك أهو. الآن نريدك أن تذهب للقاء الأشرم بين الجبلين. ونروح أشرب بين الجبلين ليه؟ هو جاب لي المية ونزلها قدام بقي وقعدت انا اطلع للسني عشان اشرب انا والبيت، وهو ما استعجلش فيا وخذ الميه وراح بعيد. اروح انا اشرب من الجبلين ليه؟ يجب ان تذهب له حيث ينصب في خيخه. يا عم ينفخ في خده زي ما ينفخ في خده، وانا يعني يهمني ينفخ في خده؟ بس انا لو هعمل كده يبقى انا بقى ليا اذن شروط. سحقا سحقا، اصبح للعبد شروط. ها، الشرط الأول أشرب مية. أسقيه يا سيد زيدون. أهو لقد قال لك العفريت أسقيه، هذا العفريت الساحر. هات الماء. لمبي أغثني. بس 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 إيه ده؟ جملة منيلة اللي حفظها. هل من طلبات أخرى؟ أجل، أنا عايز أريد أن يعطيكنا أنا وهندودة. موافقون. وأنا جدك يا لمبي. الآن شدي، والأول كنت تمشي بكني بالحيط. اجعلهم يعتقونني وسأدلك على مكان الكنز. حقيقة أو تكذب؟ حقيقة؟ خلاص، وأريد أن أعطيك الهريسة. موافقون. ويعطوني السيف. موافقون. وأريد الحمار. موافقون. وأريد الترانيل. موافقون. وشعب بورتو مارينا. موافقون. وما هي البورتو مارينا؟ مزرعة للبط، مزرعة في بط في أغوار الصحراء جوا. وأنا عايز أسألك سؤال يا عم هريسة، هو أنت ليه لما بتشوف خلية اللي جابه أمي يعني بترسم على وشي علامة استفهام وتقعد تسأل؟ فأنت ليه بقى؟ انت موجود ولا مشيت؟